يعني للأسف في كل الفترة اللي فاتت كان تأخير دائما قبل الإسرائيليين، ولما صار تطور بسيط لإدخال المعدات الشهر اللي فات بعد جهد جهيد وسنوات طويلة من المعاناة ومنع ترددات الجيل الثالث عن الجانب الفلسطيني، يعني أصبح الإسرائيليين يصرحون ويحددون التواريخ. إحنا كنا نأمل أن نشغل الجيل الثالث في بداية العام 2017، لكن للأسف كل التأخير اللي تم سواء في العام 2017 أو في السنوات السابقة تم من خلال تأخير تحريب الترددات من الجانب الإسرائيلي ثم تأخير إدخال المعدات بعد ما تم الحصول على الترددات. إحنا لازلنا مواصل الليل في النهار من خلال طواقم شركة جوال وكافة المقاولين بتعامل معها من أجل أن نشغل الخدمة، لكن لا نتوقع أن يتم تشغيل الخدمة قبل عدة أشهر، لأنه يجب أن يكون تركيب حوالي 1000 محطة خلوية، 1000 محطة بث للجيل الثالث في مناطق الضفة الغربية من أجل أن تكون الخدمة متكاملة، ولا نرغب في أن تكون هناك خدمة بذات مستوى غير جيد، لذا نحتاج إلى بضعة أشهر. والجانب الإسرائيلي يعني كنت أتمنى أنه يسهل عملنا، وبدل من أنه هو يعلن توريق بالنهاية، يعني هو في كل المرحلة السابقة مسؤول عن تأخير التم في عملية الجيل الثالث، لكن سعداء أنه أخيرا أنه في طريقها لتحقيق بإذن الله.